يسعد صباحكم مشاهدين سماد ذاكرة، ويسعد صباحكم زملائي وزميلاتي بالاستوديو. لكل منا مخططات للمستقبل أو مشروع العمر، خليكم ويانا. ما هي مخططاتك للمستقبل أو مشروع العمر؟ أنا حالياً يعني جاي أدرس قانون، عندي مخططات للمستقبل إن شاء الله أصير محامي وأخدم هذا البلد، إن شاء الله نصير بخير إن شاء الله. موفق بدول قلبك. بعد يعني ما عندك مشروع معين ببالك؟ عندي مشروع، أريد أفتح شركة سياحة وسفر، يعني هذا مشروع من الصغر ببالي. احنا ابا عن جد والدي عنده شركه وانا اريد افتح مثله اسوي، هذا خاصه بي. وتتوارث انما تفتح جديده باسمك؟ خاصه بي. اي ان شاء الله، الله يسهلك بدور قلبك. مخططات للمستقبل اكمال المسيره الدراسيه والدخول الى دار القضاء ان شاء الله، كون اني هسه طالب قانون، نكمل المحاماة ومن بعدها ان شاء الله للمحل الافضل والاعلى، معهد القضاء ان شاء الله. ان شاء الله، الله يسهلك. موفق. وبعد زين، ما عندك مشروع خاص او مشروع يعني مفكر به بالمستقبل؟ لا حاليا غير الدراسه يعني ماكو حاليا مشاريع، لان تعرفين صعوبه الدوام والشغل، فماكو غير مشروع اللي هو فقط طموحنا اكمال الدراسه والمشروع الدراسيه. لا يعني بعيدا عن الدراسه، بعيدا عن المستقبل اللي مرسوم، هو يعني ما تفكر بمشروع؟ لا لا، شركه، بيج، محل ملابس، شيء؟ لا ماكو ابدا. يعني على مود الوضع الاقتصادي ولا على مود انشغالك بالدراسه؟ انشغالي دراسه وعندي شغل خاص بالانترنت، فماكو وقت انه افكر منه ومنه. ما هي مخططات المستقبل او مشروع العمر؟ والله حاليا انا طالب جامعي وصاحب محل مجوهرات ومتوارثه من عائلتي، وان شاء الله مخططات العمر اوسع هذا المشروع والتوفيق من الله. توسع تبقى وحدك تفتح لو افتح لي محل وحدي؟ توفيق من الله ولي. ان شاء الله، الله يوفقك يا ربي. اشكرك. ما هي مخططات المستقبل او مشروع العمر؟ مخططاتي بالمستقبل اريد ادرس يعني جامعه اكملها. يعني انت حاليا طالب؟ طالب واصير ضابط ان شاء الله، حلمي. اي ان شاء الله موفق يا ربي. زين، مشروع خاص او يعني شيء ببالك؟ مشروع الخاص حاليا داخل دوره مال حلاقه. اي يعني حلاق في اربيري. نسائي او رجالي؟ لا رجالي. حلو، ان شاء الله موفق. سلمك. بالمستقبل تفكر تفتح محل حلاقه؟ بالمستقبل لا، بعد اصير الضابط شو اسوي المحل؟ يعني حاليا هاي المهنه لحد ما تكمل دراسه. والله هي المخططات هوايه يعني، بس اكثر شيء يعني هوايتي يعني السيارات، احب ان افتح يعني معرض سيارات واحب اتاجر بالسيارات. يعني عندك خبره لو هاي هوايه؟ لا يعني انا يعني ابيع واشتري يعني، هو يعني مشتغل بهالشيء، ولد عمي يعني وياهم يعني هيك، ف يعني خوش مشروع انه افتح معرض يعني اطور بالمستقبل ان شاء الله. موفق. وبعد يعني غير شيء او حاليا مهنه عندك لو لا؟ والله حاليا بالزراعه يعني التجار مال الحنطه ويعني هيك شيء. اي موفقين يا ربي. وصلنا لنهايه فقرتنا اعزائي المشاهدين، ومثل ما شفتوا مشاريع العمر ومخططات المستقبل للفئه الشبابيه، وهذه عوده لزملائي بالاستوديو.